ثلاثة أرباع. واحد اثنين 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 ثلاثة أرباع. يلا تمرين ثاني. يلا يلا. انت هذا سويناه. طيب التمرين كذا كذا عشان ردوبه. على رؤوس اصابعك اسمع اسمع استبعاد الفقرة على رؤوس اصابعك وكذا ها كذا كذا اي واحد يا اخي معي هنا شيء ما يتحمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر 11 12 13 14 15 خلاص انتهينا يلا التمرين الحين عطنا كرشة ابو سعد يلا شيء الذا عشان هذه ترى عاقبتني يلا علشان علشان هذه عاقبته خلاص شوف شكفه نبغى شيئين هذه ينزل هذه طيب يلا شوف كذا يلا 1 2 3 4 1 2 هذا ظهر هذه ظهر هذا ظهر تحرك ظهرك ولا بطنك وش يتحرك ها اصبر تحرك ظهرك ولا بطنك ظهري ها طيب وش حق البطن كذا حق البطن كذا ايوه ايوه خلاص 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 كذا شوف 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 كذا يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين يلا سرعة سرعة جدو شوي يلا جدو يلا جدو يلا كمل كمل يلا جدو يلا هلا بالرباع اي واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين أنا أحتاج تمارين جوانب على بال ما يجي أبو سعد كيف جوانب الله يجنبها بخير من هنا يلا يلا خلصنا خلصنا إطارات إطارات الإطارات إطارات خلصنا إطارات إطارات الله يجزاك خير خلصنا إطارات يلا أبو سعد الممشى يلا يا مخلد يلا يلا يا حافي يلا تمارين صباحية يلا 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 حياكم 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 يلا يا شباب يلا يا شباب نتمرن هنا أبو لا معلش أبو ذا نبي نتمرن هنا معلش بنمشي بنمشي نبي تمارين بطن لأبو سعد تمارين بطن لازم على كرسي كذا يلا يلا أبو سعد كذا تعال تعال أبو سعد هذا ابو سعد الحالة بما ان له كرشه شوي كبيره كذا تعال زيادك كذا واحد اثنين واحد اثنين يلا ابو سعد يلا تستطيع يلا ابو سعد عاشو عاش يده واحد اي اثنين واحد اثنين واحد اي اثنين اي واحد روح اثنين رح واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ابو سعد اي اضرب اضرب مع بعض اي واحد اثنين بطيح يا ابو سعد احسبها علي علي احسبها كم جاب؟ كم؟ والله خفت خفت شوف 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 خفت 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 باقي شوي باقي لك شوي بس شوي شوي باقي شوي باقي لك شوي وتبعد شوي عن العريكه واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين عاش ابو سعد عاش واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست اي بطل بطل حيو حيو ابو سعد اشوف تعال ابو سعد باقي لها لو تسوي التمرين خمس مرات بس يلا يلا ابو سعد تستطيع ايه واحد ايه ادعس ابو سعد عطى رجل واحده كذا انت ابو سعد ابو سعد فيض الله ابو سعد يا ابو رباح يبينا هروه الله يكرمك هروه يلا خلاص خلينا نرتاح شوي استبعدنا الفقره هذا التمارين الجنتليه ما سمعت التمارين امشي يلا 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 هذا التمارين الجنتليه يلا امشي التمرين الصباحي أنا الحين أمشي وأردد كلام تردونه وراي يلا 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 مخرج أنا على الدقة أمشي يلا على الدقة واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا بلادي 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 واحد اثنين 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 جنتلمان صوت واحد اثنين ارجع يلا يلا جعتك صدى صباح الخير يا بلادي 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 ايه كذا ابو سعد كذا يا بلادي واحد اثنين يا بلادي كذا صباح الخير يا بلادي عاش ابو سعد يا سعودي
بلادي يا سعودية، بلادي يا سعودية، بلادي يا سعودية، بلادي يا سعودية. واحد اثنين، 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 واحد اثنين. حيوا عزوز بالربح، حيوا عزوز بالربح، حيوا جد ونوافي، حيوا جد ونوافي، حيوا جد الشهراني، حيوا جد الشهراني، حيوا عبود الدفين، حيوا عبود الدفين، حيوا مخلد الغامدي، حيوا مخلد الغامدي، حيوا عبد الله الحافي، حيوا عبد الله الحافي، حيوا علي بن هادي، حيوا علي بن هادي. يلا يلا يا جنتين، يلا 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 يا جنتين، يلا يلا يا جنتين، يلا يلا يا جنتين، يلا يلا يا جنتين، يلا يلا يا سعد، يلا يلا يا سعد، يلا يلا يا تركي، يلا يلا يا تركي. معنا معنا يا سعد، معنا معنا يا سعد، معنا معنا يا سعد، معنا معنا يا سعد. حيوا ابطال جنتين، حيوا سعد، حيوا الجنت سعد، حيوا الجنت سعد، حيوا الجنت سعد. يا لا لا يا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا لا. والشاعر الحافي، والشاعر الحافي، حيوا عبد الله الحافي، حيوا عبد الله الحافي. والآن مع أبو رباح، والآن مع أبو رباح، استلم الغادة، استلم الغادة. يلا شباب، يلا يلا يا شباب، كذا كذا كذا، يلا 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 كذا. معليش معليش معليش، انت في فقره لازم تكلم. يلا سعد سبيكر يا كابتن، يلا هيا، يلا كذا، ها يلا سعد، مريض الله، حاول يعدي سعد، يلا حل. ايوه ابو، شوف شوف هذا ابو سعد اللي بطل، اقسم بالله انه بطل. صفقوا له ابو سعد، صفقوا له التمريره، يلا يلا يا سعد، سعد سعد عيش معنا. واحد يلا سعد، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد رين، واحد رين، وقف وقف وقف، عقاب عقاب. نواف الحالك كذا، ماس نواف الحالك، الكوتش من خرج، نواف الحالك ما ضبطته. اوه نواف الحالك، نواف لا استبعد. يلا انا معك ابو سعد، شيلها عنا، واحد اثنين، شيلها عنا، ايه شيلها عنا. وقف يا نواف، يلا كلكم اثنين الان، استبعدك. انا ما قلت لحد يتكلم اذا وجهت واحد من زملائكم، واحد من زملائكم الموقره تجي تتكلم يا سعد، موقف ما تحترم اخوانك. موقف انت وياه الان، هيا يلا حركه يمين يسار. الكوتش ذا ظاهر، مخرج الغامدي، عاد انت بليه، مخرج السبعاد، لا تدخل الفقره، هيا روح. يلا انت خايف منه؟ ماني خايف منه. واحد هنا، يلا يا سعد تحرك يمين يسار، يمين يسار، يمين يسار. طيب تعالوا هنا تمارين بطن لابو سعد، يلا بسم الله. تكفى لا تقول، تكفى تعال هنا، تمارين بسيطه، معليش تكفى في المجال، تمارين بسيطه، يلا تكفى. يلا شباب تعال هنا يا ابو شوي، ارجعوا كذا زاحفوا بين بعضكم، ما اخذ طبعه لانك من هالخارج، هو من هالخارج. يلا كذا التمارين الاثنين بس، ايه اخرك تمارين بطن، تمارين بطن لخوفنا نواف. نواف اعرض كرشت. طيب الان هذه عبره الان لقدام، اعطي تمرين بطن يا ابو سعد بسرعه كذا، يلا لا ما ترقص كذا، هذه تشد البطن. يلا هيا مدرب، كذا يلا يا نواف، مدرب مدرب، لا البشب، نعم هذه حقت المحلات اللي تفتحون، سووها سووها، اسمعوا كلام المدرب، يا مدرب هذه استبعاد من الجماعه، هذا المدرب من الجماعه، استبعاد من الجماعه على طول. طيب ايش ينفع لك انت للجماعه؟ حيو حيو برباح، كويس حلو، حيو حيو برباح، حيو حيو برباح، حيو حيو برباح، حيو حيو برباح، حيو حيو والجنتل، حيو حيو الجنتل، حيو حيو برباح، حيو حيو الجنتل. الله الله يا طيب يا اخوان، شهران يا شهران، قوم على عزم التام. يلا حلو، بطل بطل، كذا كذا اطلع وخص، ايوه كذا موجود بالمشاريع، شهران كذا، قوم على العزم
كذا جمل تامه قوم على العزم التامه وجود نجراني انا ما في شرط عندنا شباب ايوه حيوا ابو عقاب شباب لوك ات مي مدريكم انا عاجزنا ها زحفوا بين بعضكم وكاني صقر ارى امامي صيدة زحي صار هذه صيدة يا مدرب زحي صار شوية سعد يلا مرحبا مرحبا تمارين ايوه يلا زي ابو سعد يلا طيروا تعال جنبي تعال جنبي يلا يا سعد ابو سعد سعد يلا يا سعد سرك العب خليك محل يلا هيا قصدك الماء ايه عيال يلا ما عليك روح روح طائر النورس حلق عاش علي هادي عاش قل عيش قل عيش انقل عيش والجبل روح تركي كنك غراب يلا تركي روح تركي كنك غراب يلا روح تركي كنك غراب عاش الغراب عاش عاش الغراب عاش الغويزي اي عاش تركي يا غويزي اي اي عاش تركي يا غويزي ستة ابشركم عاش خلاص لا باقي انتهت انتهت باقي انتهت 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 والله شوف ما الديرة هنا ما في انتهت ما عاد في شباب قدي مستوي اشوف انفخ قلهم نعم انا احتاجكم حيو جبر المديري حيو جبر المديري حيو جبر المديري هذا تمريني تمرين يا مرحبا علينا برباح يا مرحبا الله يحييك اسلم تخصصنا والله كانوا حقين الصين ذولا طيب الاسترخاء طيب تفضلوا اعطونا تمارين اللنجو بسم الله يلا اليوغا قديم اول شيء استريحوا يلا استريحوا عشان تطبقون تطبيق صح ما نقدر نستريح الارض فيها مويه خلاص طيب اذا ما عليكم ابر استريح انت الحين استاذ رشيد اخوي رشيد انت مدربين ولا وش؟ اي مدربين إيه نعم عشان تمرين كيف تدخلون في جو تدخلون تسترخون اليوم ولا تبغون نعطيكم درس؟ نعطيكم اذا سامحنا يا ابو هادي اذا ما كنت سامحنا قمنا عادي لا لا استريحوا لا لا تمارين على استرخاء من صالحكم ترى ما يلا استريحوا استريحوا طلع معكم ترى من صالحكم يعني ولا ما في ما في يلا بسم الله استريحوا لا لا غرقه ايش بلا غمض عيونك اخذ حقت شاي الشاي اي صح اي حقت شاي الشباب يلا استرخاء صح ترى هذا تمارين على العقل وعلى الاسترخاء تدخلك جو ويوديك عن خارج النطاق يخليك خارج السياق وخارج خارج المنتج خارج السياق حاليا غمض عيوني صح اي نعم شوف كفاءه الامارات اصابعك شوف حركه الارجل الامارات دقيقه دقيقه انت شوف حركه الارجل غلط اي بنعلمهم احنا الحبر يلا بسم الله يستاهلون جيب واحد لابو محمد يا عبد الله لا 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 افا ابو محمد لازم تمرن معنا يا ابو والله بقول كذا انا واقف لا لازم استرخاء ولازم بس ابو محمد صح هذا اللونجو تعرفه ديال بالك فوق رؤوسكم هنقر رشيد هنقر سم عط على راحته يمكن يدخل جوه واقف يلا يلا كل واحد سنداو ايوه بسم الله الرحمن الرحيم لا مو كذا علي كذا ارفع اول حركه ايوه بالضبط طبقوا هذه الحركه اليد كانك تقول يا ويلك شوف يلا ايوه يا ويلك اسوء يا ويلك اسوء سووها كذا بس سلام كذا بعدين كيف تكت الرجل علمهم يا جبر كذا تكت الرجل وين شوف تضع رجولك كذا وخذوه بسم الله عليك للاسف يعني دقيقه خطا فني كت 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 انت مدرب معليش لا لا بس تعبان مدرب عنده تعب لا الكرسي كان ضيق ايوه حركه الرجل كذا ها ايوه كذا شوف بيض الله وجهك حطه ثاني يلا يا ابو هادي لازم ما في غلاس ترى ايوه ابو هادي شيل رجلي ضع الايدي خليك والله شوف ضع الايدي امامك كذا ايوه كانك تدعي بس كانك تقول حره لا يا شيخ كذا يلا بسم الله غم موت حره واحد الخطوه الثالثه تغميض العينان ايوه غمضوا عينيكم غمضوا العين كل هالعينين الثنتين ايوه استشعر داخليا انك كذا في مكان غمض عينيك جدا الله حسيت اني تاجر ايوه غمض الحين غمض وانك كذا في مكان استكنان ايه شوف شوفوا تكلم عبد الله خلاص يضيع كل شيء انت اسمع بس خلنا ناخذ الجو رشيد رشيد سم خلنا نشوف ايش حسوا فيه عبد الله الحافي دقيقه احنا باقي ما بدينا حس عبد الله الحين دخل مود ما ادري وين وش احس بشاي الشايب شاي الشايب حس بقريحه جديده نقول لك بيتين الحين رشيد عطهم موسيقى لا لا ما لا لا صوتيه صوتيه من كنت يلا تكلم عطهم الافكار الافكار كذا استشعر انك في مكان هادي جدا الله انت في مكان كذا عندك شخص جميل
صاحب لك سولفت وياه تستشعرون المكان عندكم كاسة شاي الشايب لا مروقين فجأة كذا سافر إلى مكان بعيد تركب الطيارة وتروح رحلة لمدة 7 ساعات في الجو واني في من تجعلني في الرياض سبع ساعات في الجو غمض عليك ليه تتكلم غمض في لندن وتنزل في لندن وتنزل كذا في مكان رائع جدا انتبه شيء ايوه هذا تمرين ولا حلم دريم ايوه عدها تمرين ولا حلم دريم ايش يقول تمرين ولا حلم دريم هذا تمرين صدق بعدها ترجع للمنتجع صباح الخير يا فهد ابيك تغمض عيونك ابيك تتخيل انك رايح المطار من المطار مسافر تنزل ترانزيت في اسبانيا تروق شعور جميل لا مش لابس وش والله يا عز هذه حاجه استشعار الخير يا علي الله استشعر ان عمولي بيتكلم عندك يا الله جبر الخواطر مديري مدارات الخواطر تداري كل خاطر وأنت تداري الخواطر بكل كادر كادر طبي زي الفطاير وتجبر الخواطر لأنك كل جابر 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 اسكت أو عموني ها فكرت كويس ها كيف التمرين يقول خلاص يلا يجي هذا خلوه على الشعر علموه الرجل ذا سم والله يا رشي وصلت المدينة يا رشي عندي دبة الجعافرة علي راس الجعافرة يا شباب علي عندي دبة جعافرة من مطير وجعافرة من عنزة عندي دبة عندي دبة يا عيال عندي دبة اسلم يلا سرعة جيبوا الفطور يا عيال قصة وتثمر جنتلها مع جنتلها